قصة الكهرباء، ازاي تم اكتشاف الكهرباء، وبدأ بالعرض بتاع سير هامفري ديفي. الاول بطارية اتعملت بالحجم الرهيب اللي انت شايفه، 4 متر بالعرض وحوالي 8 متر بالطول، وفيها كذا الف خلية، كذا الف بطارية. والسبب ان سير هامفري ديفي كان عايز يخلق اول مصدر كهرباء صنعه الانسان باكبر كمية ممكنة علشان يثبت تأثير الكهرباء على الحياة. ما تيجي تفكر في الموضوع، ايه السبب ان المحاضرة دي عن الكهرباء بالعالم المشهور سير هامفري ديفي ده اللي بيعتبر استاذ فاراداي، مايكل فاراداي. سير هامفري ديفي هو اللي قدم مايكل فاراداي للبريتش رويال سوسايتي او مجمع العلوم البريطاني الملكي، وغير كل تاريخ البشرية باكتشافات الكهرباء. اول محاضرة اللي انت شايفها استخدم البطارية بتاعت فولتا، الكسندر فولتا في ايطاليا، قبلها كان تم فيها نقاش قبلها حوالي 5-6 سنين، كان في نقاش بين فولتا وبين جالفاني. جالفاني بيقول ان الكهرباء اصلها من في جسم الحيوانات، جسم المخلوقات، والكسندر بيقول ان الكهرباء موجودة في تفاعل كيميائي بين المعادن. واثبت هما الاثنين صح والاثنين غلط. جالفاني فكرته ان الكهرباء لابد انها تكون موجودة في المخلوقات، ان المخلوق هيعيش ازاي الا لما يكون هو اللي بيعمل الكهرباء. وجالفاني مات واعتقد انه خسر الرهان، لان الكسندر فولتا اللي هو دلوقتي بيسمى عليه كل حاجة بالفولت، كذا فولت وفولتميتر، جالفاني برضو بيتسمى عليه الجالفانومتر وجالفانية المعادن، هما الاثنين بالنقاش الصعب اللي بينهم خلقوا فكرة الكهرباء وفكرة البطارية. الكسندر فولتا امه قالت له تقريبا انه لو حط على لسانه عملتين معدنيتين ووصلهم بشوكة فضة هيقدر يشعر بالكهرباء على لسانه. فبالطريقة دي، طريقة لسانه والعملتين، عمل البطارية اول بطارية، ونجح ان هو يعمل الكهرباء في المعمل، وبيسموها الفولتيك الكتريستي او الكهرباء الكيميائية. بعدها تقريبا بثمان سنين سير هامفري ديفي عامل المشروع الرهيب اللي انت شايفه ده، عامل حوالي كذا الف بطارية، خلية بطارية، وحينور بيها، حيخلق بيها اللمبة اللي فيها القوس الكهربي اللي بتتعمل من كربون، عبارة عن عمودين بالكربون وتعدي فيهم الكهرباء اللي كانت بتستخدم من زمان في القطرة وفي الفنارات وفي الإضاءة، كانت هي الحاجة الوحيدة المعروفة، كانت لسه حكاية التفريغ الهوائي ما ظهرش، فكانت الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعملها في الوقت ده انك تجيب كهرباء وتجيب اي حاجة تتحمل الكهرباء زي الكربون وتعدي الكهرباء في الكربون تعمل شرارة، والشرارة تعمل الضوء. احنا هنا دلوقتي دخلنا في قاعة المحاضرات بتاعت البريتش رويال سوسايتي، ولما تيجي تبص على القاعة بالظبط هي نفس القاعات اللي كانت موجودة في كل الجامعات القديمة بما فيهم جامعة اسكندرية، كانت بالذات كلية الطب وكلية الهندسة وكلية كل الجامعات اللي اتبنت في العصر اثناء الاحتلال الانجليزي كانت معمولة بنفس الطريقة. البريتش رويال سوسايتي في الوقت ده سنة 1800، فكان كل عالم عايز يقدم فكرة او يقدم اختراع او يقدم اي بحث علمي بيقدمه للبريتش رويال سوسايتي، ولو اتقبل بيجي يعرض البحث بتاعه. ايه بقى تاريخ البريتش رويال سوسايتي؟ البريتش رويال سوسايتي او اللي هو جمعية العلوم البريطانية الملكية دي اللي بناها اول واحد اسسها ايزاك نيوتن، اسحاق نيوتن، سنة 1660، واسحاق نيوتن مات تقريبا سنة 1727، وكان اول رئيس للبريتش رويال سوسايتي هو اسحاق نيوتن. وكانت الفكرة ان يتعمل جمعية ملكية علمية تجمع جميع العقول القوية او الامينانت بيبول، الناس المفكرين. في الوقت ده كانت بريطانيا مقسومة، لحد دلوقتي مقسومة نصين،
نص الجنتلمان اللي هم الملكيين او الناس يعني اللي لهم علاقة بالاسرة المالكة، والنص التاني العامة او الناس اللي ما هماش ملكيين. ولحد النهاردة بريطانيا عندهم مجلس العموم يعني مجلس الناس العاميين، ومجلس اللوردات او مجلس الشيوخ او الناس المحترمين. ده الفكر البريطاني من زمان، ان في مجموعة من المجتمع مفكرين شيوخ او بيسموهم الجنتلمان، وفي مجموعة الناس العامة اللي هو ما ينفعش اللي يبقى عامل لحد ما يثبت وجوده. والناس اللي اثبتوا وجودهم في بريطانيا كتير قوي اللي هم غيروا مجرى التاريخ كله. هنا سير هامفري ديفيد هيقدم المحاضرة اللي قدم فيها اقوى بطارية في تاريخ البشرية، واول بطارية تتعمل في تاريخ البشرية، علشان يدخل كل الحضارة البشرية في عصر جديد اسمه عصر الاضاءة بالكهرباء. لذلك ان قبل ما يكون فيه كهرباء كان فيه الاكتشافات خطيرة للغاية، واكبر اكتشافات غيرت تاريخ البشرية قبل اختراع الكهرباء، بسبب ان ما كانش فيه كهرباء وكان فيه ضلمة ساعات طويلة، فكان الانسان عنده القدرة ان يتروع ويفكر ويشغل عقله ويكتشف الاشياء اللي مش ممكن يكتشفها الانسان المشتت بالكهرباء. فحتشوف اول اختراع دخلنا في سكة الكهرباء ظهر على ملاحظة تم حدوثها في الظلام القاسي، في الوقت اللي كان فيه الدنيا ضلمة بالكامل. اول واحد يكتشف ان ممكن الكهرباء تتولد بالاحتكاك. الفكرة هنا فكرة اثبات ان ممكن الانسان يخلق البرق، اقوى شيء في الطبيعة هو الكهرباء. وفي الوقت ده السبب ان المجال ده بيعتبر في الوقت ده مجال فلسفي خطير. كل شيء تم اكتشافه في المعمل غير تاريخ البشرية. خلي بالك دلوقتي بتتكلم على 1800، كانت لسه المراكب معمولة بالخشب، وما كانش فيه مراكب كتير معمولة بالنحاس، متغطية بالنحاس ولا بالمعادن، وكانت كل المراكب معمولة شراع، ما كانش فيه لمبات غير، كان كل الدنيا ماشية بالكيروسين أو الشمع البرافين. كان في الوقت ده 1800 كان تم اكتشاف الساعة البندلية أو الزومبورغ قبل المحاضرة دي بحوالي 30 سنة، سنة 1770، ودي كانت أخطر اكتشاف حصل في تاريخ التكنولوجيا في الوقت ده، نتيجة انك انت ممكن بالساعة البندلية تقدر تحدد خطوط الطول على الكرة الارضية. وبالتالي بريطانيا ما كانت محتاجة اي اختراع يساعدها في الملاحة في البحار. هي بريطانيا كلها وكل اوروبا كانت حياتها معتمدة على التجارة البحرية، السفر لكل بلاد العالم للحصول على منتجات الزراعية والتوابل والدخان والحبوب والسكر. واي اختراع في الفترة دي بيعتبر مجهود فلسفي. ولو ان في نفس الفترة برضو كان في ناس موجودين زينا دلوقتي كده، زي الجيل بتاعنا، الناس اللي هي بتحتقر العلم وبيعتبر ان العلم ده شيء من ما فيش، ما هياش مهنة محترمة، وانسان بيشتغل بايده وبيفكر في حاجة ما بتفيدش البشرية. وكان في الوقت ده نفس الفكر بتاعهم، هو ان الشخص المحترم يبقى قسيس في الكنيسة، رجل دين، رجل موعظة، رجل يعرف ربنا. وكان العالم او الكيماوي اللي بيشتغل بايده ده بيعتبر شخص مش محترم، او مش مهوش، ما عندهوش مواهب عقلية علشان يفكر، فبالتالي بيضطر يشتغل بايديه. ده كان الفكر في الوقت ده. لكن هتشوف دلوقتي كل المحاضرات اللي اتعملت في البريتش رويال سوسايتي اللي غيرت تاريخ البشرية وأدت بعد كده لاكتشاف المواتير والكهرباء والتلغراف واللاسلكي والتليفون وكل الحضارة، القفزة التكنولوجية الرهيبة، بدأت في الوقت ده نتيجة احتياج الإنسان انه يخرج من عالم المراكب الشراعية، المراكب الخشبية، المجهود العضلي، وعدم وجود لا مواتير ولا آلات، اللي كل اللي كان موجود في الوقت ده هو الحيوان اللي بيجر العربية المعمولة من الخشب والهواء اللي بيمشي المركب. فمجرد ما أثبت العلماء
قدرتهم على انهم بيقوموا باختراعات تختلف عن اختراعات الكنيسة. الكنيسة كل اختراعاتها اختراعات ربانية وسماوية وتسامح ومحبة، وما فيش اختراع بيطلع من الكنيسة يقدر يحل مشكلة التكنولوجيا. فدلوقتي في المحاضرة دي، محاضرة سير هامفري ديفي اللي بدأ بيها قصة الكهرباء، هو ازاي يثبت ان الانسان ممكن يتحكم في الطبيعة زي بالظبط صناعة البرق والرعد وصناعة الخلق المخلوقات في الوقت ده. في الوقت ده ما كانش فيه حاجة اسمها قياس الكهرباء الا عن طريق انك انت بتجيب ضفدعة وتكهربها، او تجيب حيوان وتموته بالكهرباء عشان تثبت ان تأثير الكهرباء على المخلوقات. من سنة 1800 في بداية القرن التاسع عشر، 100 سنة كاملة لنيكولا تسلا، متصور انه ممكن يعمل ملف كهربي يطلع منه فولت، كذا مليون فولت بذبذبة عالية جدا، يعمل شعاع يخرم السحاب مع الارض، ممكن يعمله مكثف كهربي. فلو قدر يعمل عمود كهربي من الارض من الملف بتاعه للسحاب، ممكن يكهرب كل السحاب ويحوله للمبة نور ينور كل السحاب، وبالتالي يقهر الظلام وينور الكرة الأرضية زي الشمس بالظبط. كولا تسلا لأنه انتصر انتصارات رهيبة، في أول واحد يخلق التيار المتغير ويتغلب على توماس إديسون. توماس إديسون كان بيعتقد فقط في التيار المستمر، وكل اختراعات توماس إديسون تيار مستمر. نيكولا تسلا جاء من يوغوسلافيا وراح اشتغل في فرنسا، واشتغل في المعمل بتاع إديسون في فرنسا، ومن فرنسا جاء نيويورك يشتغل عند إديسون، وفشل تماما ان يقنع توماس إديسون ان التيار المستمر ما هوش مستقبل، التيار المتغير هو المستقبل. إديسون كان معتقد ان التيار المتغير آلة موت، مفيش واحد عاقل يشتغل بالتيار المتغير المتذبذب. ليه تشتغل بالتيار المتذبذب؟ عندك تيار مستمر اقل خطر. مشكلة توماس إديسون ما كانش قادر يفهم ان التيار المستمر ما تقدرش تبعته مسافات طويلة. عشان تبعت التيار لمسافات طويلة محتاج ترفع الفولت لفوق، تقدرش ترفع الفولت بالمحولات لما يكون عندك تيار متغير. نيكولا تسلا غير تاريخ البشرية بالكامل اختراع التيار المتغير ومحطات الكهرباء المتغيرة، واول مشروع تحويل كهرباء عن شلالات المياه اتعمل في نياجرا فول في ولاية نيويورك، في نياجرا فول بين كندا وبين امريكا، وقدر يوصل الكهرباء لنيويورك سيتي حوالي 300 ميل من نياجرا فولز. بس هو جاني بعد كده نيكولا تسلا، هو كان عنده مرض من الاول، مرض عقلي ما هوش اجتماعي، عايش حياته كلها منعزل بيفكر طول الوقت، حتى هو طالب كان بيفكر طول الوقت وكان حيموت نفسه من التفكير. فكرة نيكولا تسلا ما هوش زي ما الناس متصورة ان هو اخترع حاجة من عقله، هو اتولد في الوقت اللي كان فيه ماكسويل طلع بنظرية موجات الكهرومغناطيسية، ان كل الاضواء وكل شيء بيطلع من الكهرباء هو موجات كهرومغناطيسية. في الوقت اللي طلع فيه نيكولا تسلا، طلع فيه ماركوني وطلع فيه توماس إديسون، هيرتز هو اللي خلق الموجات اللي اثبت ان ممكن الموجات الكهرومغناطيسية اللي قال عليها ماكسويل ممكن الواحد يبعتها من مكان لمكان بعيد من غير اسلاك كهربية. ده هيرتز، وهيرتز مات في سن صغير. ونيكولا تسلا طلع من الجيل بتاع جيمس كلارك ماكسويل، وهو ان كل شيء يطلع من الكهرباء لابد ان يكون موجات متموج، والموجات هي اللي خلته طلع بفكرة الملف تسلا اللي ممكن يطلع منه كذا مليون فولت، وشال منه القلب الحديد وكان بيقعد فوق الملف والكهرباء تمشي في جسمه ويحط ايده على اي حاجة ممكن ينورها، بيعدي فولت جوه جسمه فوق المليون فولت كهرباء. كان شاطر عارف هو انه لو خلى الزبزبة بتاعت الفولت عالية للغاية مش هتقدر تدمر الجهاز العصبي،
والفولت العالي للغايه والتيار الكهربي البسيط للغايه مش هيموت الانسان، وما كانش حد يقدر يعمل الحركه دي الا نيكولا تسلا. فهيجي دلوقتي هيقول لك هنا ازاي نيكولا تسلا مات سنه 1943 في نيويورك وهو في اواخر حياته ما كانش عنده غير اللي هو ياكل الحمام في الشوارع، واتفقر فقر جامد، واتفقر نتيجه انه كان راجل علمي وما كانش يعرف التجاره ولا الصناعه، واتضحك عليه في حاجات كتير، واتاخد المشروع بتاعه خده ويستنج هاوس، جورج ويستنج هاوس، والاخر اترمى في فندق ما هوش فلوس. ده نيكولا تسلا. اول حاجه ذكرها قصه سير هامفري ديفي، اكتشاف او اختراع هو ما اخترعش، انه ركب البطاريه الكهربيه، ركب الاف منها وعمل القوس الكهربي بين قطبين من الكربون. ده اول حاجه قالها. وتاني حاجه قالها دخل فيها هو موضوع نيكولا تسلا، التيار المتردد اللي كل مدن العالم دلوقتي، كل المخلوقات البشريه لازم تستخدم تيار متردد، ما تقدرش تستغل تيار بطاريات، لان التيار المتردد ممكن تحوله من فولت عالي لفولت واطي، تطلعه من الشلالات، ترفع الفولت لكذا نص مليون فولت او مليون فولت، تبعته على الاسلاك، ولما يوصل المدن تنزل الفولت من نص مليون ل 10,000 وبعدين ل 300 فولت وبعدين توصله للبيوت. كل فكره التيار المتردد دي فكره نيكولا تسلا. دي الفكره الثانيه اللي دخل فيها. وبعد كده دخل في الفكره الثالثه وهي الديجيتال او الاشارات الكهربيه، ازاي الكهرباء استخدمت في صناعه التلغراف. وبعد كده دخلنا في موضوع الاجهزه الديجيتال او بيسموها نقل المعلومات. الاول كانت كل فكره الكهرباء او القطر الكهربيه عشان تنور الضلمه وعشان تشغل المكن، وبعد كده ده جزء من الكهرباء اللي هو بيسموه كهرباء الطاقه. الجزء الثاني من الكهرباء اللي هو كهرباء المعلومات، ازاي تصنع تبعت الاشارات والمعلومات والاصوات. اول قصه اللي اتعملت في انجلترا، الكلام ده بقى 100 سنه قبل سير هامفري ديفي. هامفري ديفي عمل البطاريه سنه 1800، سنة 1704 لما كان ايزاك نيوتن هو رئيس البريتش سوسايتي الجمعية البريطانية العلمية الملكية، أول واحد يقدم الزجاجة الإزاز المفرغة ويلفها بإيديه ويحط إيده عليها فبتطلع كهرباء. والسبب إن هو جاب الفكرة دي إن هو أصلا كان بينفخ إزاز، وكان في الوقت ده ولحد النهارده كل جامعه النهارده عشان تعمل ابحاث لازم يكون عندها فني متخصص في نفخ الازاز. نفخ الازاز معناها انك بتسيح الرمله وتحولها لازاز وتشكلها انابيب. كل عالم كان لازم يكون عنده فني متخصص في نفخ الزجاج فقط. وكان في قصه مشهوره قوي عن توماس اديسون، ان جاب واحد من المانيا وكان ليه شهرة خطيرة قوي في الزجاج، يقال عنه الفني الوحيد اللي ممكن يعمل زجاج الترمومتر. الترمومتر يعني الزجاج الرفيع قوي اللي بيمشي فيه الزئبق. فدلوقتي هيقدم قصة روبرت هوك، ازاي روبرت هوك اثبت ان ممكن الكهرباء يخلقها الانسان بمجرد يحط ايده على حاجه ويحك فيه، بيسموها كهرباء الاحتكاك. تصور ان العالم مفيش فيه كهرباء، كل شيء هيبقى ضلمه ومش هيبقى فيه مكن ولا هيبقى فيه صناعه، والانسان هيعيش بنفس الطريقه اللي عاشها المخلوقات البدائيه للغايه. هيروح اسم الفيلم ده شاكند او الصدمه والرعب. وسبب اختيار الاسم الصدمه معناها انك انت اول ما تم اكتشاف كهرباء الاحتكاك هي انك تحط ايدك عليها تصدمك، والصدمه دي انت بتلاحظها لما تيجي تحط ايدك على باب حاجه تكون مكهربه، باب الشقه، باب البيت، ويكون في كهرباء استاتيكيه، فبتحصل لك صدمه. والرعب ان ممكن الانسان يموت من الصدمه. وكانت طبعا في ناس كتير بتموت دلوقتي في اي زمن من الرعد، البرق، اي واحد ماشي في الشارع والدنيا فيها مطر
وجاء برق، في ناس كتير بيتحرق بالكامل، بيتحرق جزء من جسمه نتيجة الصدمة والرعب من الكهرباء. المعهد البريطاني الملكي تجربة روبرت هوك. هنا بداية البريتش رويال سوسايتي، المعهد الملكي البريطاني اللي أسسه آيزاك نيوتن أو إسحاق نيوتن، اللي هو أبو فلسفة العلمية الحديثة، هو اللي طلع بثلاث قوانين الفلسفة الحديثة، وهي لكل فعل رد فعل، القصور الذاتي وكمية الحركة تتناسب مع القوى المسببة للحركة. فآيزاك نيوتن في سنة 1700 خد رئاسة البريتش سوسايتي، أو قبلها بشوية خد رئاستها. المهم يعني نتكلم احنا دلوقتي على زمن اللي لسه آيزاك نيوتن عايش فيه، قبل ما يموت بحوالي كده 25 سنة، لما حصلت التجربة اللي اتقدمت في الوقت ده عن الاحتكاك، توليد الكهرباء عن طريق الاحتكاك. واللي قدم التجربة دي كان بيشتغل عند بويل اللي هو صاحب قانون بويل للغازات، كان بيشتغل في نفخ الإزاز. فهو بينفخ الإزاز والبالونات الظاهر، وهو بيحطها بيدورها. لما تعمل الكرة الزجاجية لازم تدورها وتدخل فيها هواء عشان تكورها، وهو بيدورها لما بردت الظاهر، لما حط ايده عليها في الضلمة وهي بتلف وبردة مفيش فيها حاجة، اكتشف انها بتطلع نور. لما قدم الفكرة دي للمعهد الملكي عايز اي عالم يفسرها، وكانت في الوقت ده لما آيزاك نيوتن مسك المعهد الملكي البريطاني، بدأ الترند او اتجاه جديد في بريطانيا كلها، ان اي انسان عنده اختراع، عنده فكرة، عنده اي معلومة ممكن يقدمها للمعهد الملكي، ممكن بعد فترة يا اما يشهر وياخد ويدوله وظيفة كويسة، يا اما يسموه يعملوه جنتلمان بعد ما كان عامة، يبقى راجل مميز، يا اما يدوله معاش، يا اما يدوله منصب عالي. وهتشوف كل الناس اللي غيروا تاريخ العالم بدأوا بالطريقة دي، بيبقى انسان مش متعلم خالص. كان زمان كان كل التعليم زمان هو انك بتشتغل ابرنتس، يعني المعلم والصبي اللي عايز يبقى محامي بيتعلم المبادئ العلم البسيط لحد 10 سنين، اللغة والجرامر وكده والحاجات البسيطة، وكان الاسيس بيدرس كله، بيدرس الدين والرياضة واللغات. بعد 10-12 سنة عمر الطفل يروح يشتغل صبي عند معلم، المعلم ده ممكن يبقى دكتور، يبقى هيطلع من عنده دكتور، ممكن يبقى محامي يطلع من عنده محامي، ممكن يبقى عالم يطلع من عنده عالم، كيماوي يطلع من عنده كيماوي. وما كانش في حاجة اسمها التعليم، انه يخش مدرسة علشان ياخد شهادة منها ويطلع في الحاجة متعلم فيها، لان في الوقت ده كانت كل شيء اختراعات ما حصلتش قبل، كل شيء جديد، دي بداية الحضارة البشرية كلها 300 سنة اللي عدت. سو فرانسيس هوكسبي ده كان رئيس قسم معين في المعهد الملكي، وكان آيزاك نيوتن أو إسحاق نيوتن مسك رئاسة المعهد الملكي البريطاني، وآيزاك هوكسبي هو اللي هيقدم لنا التجربة، أول تجربة على الكهرباء، أول فكرة لتقديم الكهرباء للبشرية. الكرة الإزاز اللي انت شايفها دي هي الكرة اللي كان عاملها هوكسبي لما كان بيشتغل مع بروفيسور بويل. بروفيسور بويل ده اللي عامل قانون الغازات، قانون الغازات اللي بيقول ان ضغط الغاز مضروب في حجم الغاز يتناسب مع درجة حرارة الغاز الدرجة المطلقة. والقانون ده مشهور، كل شيء في الدنيا بيمشي بقانون الغازات بتاع بويل. كان الصبي بتاع بويل هو هوكسبي اللي هيقدم التجربة اللي انت شايفها دلوقتي دي، دي الكرة مفرغة، كرة زجاج. وكان زمان التفريغ الكهربي بسيط، ما كانش لسه تقدم، كان عبارة عن مضاقة هواء مضاقة بالمكان بيديه يسحب بيها الهواء يفرغ على قد ما يفرغ، وبعدين يقوم لاحم الإزازة بالنار وهي سخنة فما فيش فيها هواء. لما يجي دلوقتي يدورها بإيديه
يدورها بالمكنه اللي بايديه ويحط ايده عليها، هتلاقيها بتنور من جوه. هتسال نفسك طب النور جاء من ايه؟ هتعرف بعد كده ان لما الازاز يبقى مفيش فيه هوا من جوه وانت بتحط ايدك عليه من بره بيشتغل كانه كوندنسر، بتبقى ايدك من الكهرباء لانك انت واقف على الارض، جسمك كله كهرباء. فلما بترمز الازاز جوه الازاز مفيش هوا، فجوه الازاز الالكترونات بتيجي بتنجذب على الازاز من جوه عشان مفيش هوا بتطير وبتنور جوه زي بالظبط الايه البرق. هو البرق بيحصل ازاي؟ البرق بيحصل فوق قوي في الجو، ما بيحصلش على الارض، وبينزل من فوق لتحت نتيجة ان فوق في الطبقات العليا مفيش هوا كتير، فالالكترونات ممكن تسافر مسافات طويلة وتخبط في بعضيها وتعمل الشرارة. دي اول فكرة في الفيلم ده الدوكيومنتري دي على ازاي الانسان او العلماء بدأوا يفكروا في الكهرباء، فكرة توليد الكهرباء عن طريق الاحتكاك. دي كانوا بيسموها مكنة الكهرباء الاحتكاكية، وممكن تعملها في البيت بانك انت تجيب اي ازازة بلاستيك وتحط عليها صوف او حرير وتخليها تحك في اي، وهنشوف اجهزة الاحتكاك دي. فرغ الهواء من الكرة الزجاجية وهيبدأ. هو كان بيعمل حاجة تانية، هو ما كانش قصده ان يطلع الكهرباء، هو كان اصلا بيشتغل عند بروفيسور بويل، وبروفيسور بويل ده كان بيشتغل غازات بس، بيدرس الفرق العلاقة بين حجم الغاز أو وزن الغاز وحرارة الغاز وضغط الغاز. الصالي بتاعه هو اللي قدم التجربة دي، اللي اكتشف ان ممكن الكهرباء تيجي تطلعها من الكرة لما الكرة الزجاجية طفى النور كله ودور الكرة بإيديه بالمكنة، مكنة الإيد، وحط إيده عليها فطلع بدأت الكرة كلها تبقى زرقاء، تنور أزرق. تنور أزرق ليه في الوقت ده؟ الناس ما كانتش عارفة ليه. دلوقتي أي طالب بيتعلم شوية كهرباء بيقول لك، بيتعلم إن في حاجة اسمها كهرباء استاتيكية وفي إلكترونات موجودة جوه اللمبة، لأن اللمبة ما فيش فيها هواء. في الوقت ده طبعًا سنة 1705 علشان أي حد يقدر يطلع كهرباء يظلم المكان ويطلع كهرباء واللون بالالوان دي بتعتبر اختراع رهيب، لان كان لسه الانسان كان بيتعامل مع الحيوانات وكانت حياته بسيطه للغايه وما فيش عنده كل المهاره اللي كانت معروفه زمان. هو النجار اللي بيعمل الخشب واللي بيحط الحديد الحصنه، وكانت كل المواصلات حصنه وعربيات خشب وشمع كهرباء. ده اول اختراع هيغير كل تاريخ البشريه. وكانت الناس في الوقت ده ما بتختلفش عن الناس اللي موجودة في كل العالم، هو ربنا هو اللي بيخلق الحاجات الغريبة اللي زي كده والإنسان ملهوش فيه. زمن ده كان طبيعي، حتى قوانين نيوتن كلها كانت مبنية على فكرة الإنجيل، إن ربنا هو اللي بيمشي كل شيء وربنا اللي بيصير كل شيء وربنا اللي بيخلق كل شيء. فكان الإنسان ما بيحاولش يغير الطبيعة أو يتحكم فيها بنفسه، وبيعتقد انه لو ربنا مش هيغيرها الانسان ما يقدرش يغيرها. طبعا هوكس اللي هو طلع بنظرية الكهرباء ما كانش هو بيفكر انه يطور العلم ولا حاجة، هو كان بيعمل تجارب وبيطلع منها حاجات متينة زي ما انت شايف، بس ما كانش بيفكر انه يستخدمها في حاجة او يطورها في حاجة، فكان يطلع من تجربة يعمل تجربة تانية، زي بالظبط الحاوي كده او المنجم اللي بيحاول يبهر المشاهدين. مين اللي هياخد التجربة دي ويطورها؟ طبعا الملحوظة دي ما غيرتش الدنيا في يوم وليلة، خدت لها 100 سنة عشان تغير. بس هيطلع دلوقتي واحد من هولندا هياخد الفكرة دي وهيفكر ازاي تاخد الكهرباء دي وتخزنها، بدل ما الكهرباء عمالة تطلع وانت بتدور الكرة وتطير ممكن نخزنها. قبل هوكس الكهرباء كانت معروفة من زمان، وفي ضوء وفي اشعاع وفي الدنيا بتولع وبتنور، لسه ما حدش بيفكر ان الكهرباء ممكن تتخلق. وبعدين تفكر، طب ايزاك نيوتن او اسحاق نيوتن اللي بيعتبر ابو الفلاسفة او ابو العلم الحديث،
ايه اللي خلى ايزاك نيوتن ما قدرش يطلع بافكار اكتر من كده؟ الانسان بيبقى محدود، الانسان بيطلع بافكار محدوده وبينتهي عمره، وبتاخد سنين طويله على ما يطلع انسان تاني ويعمل فكره تانية. حتى هوكس بيزت نفسه اللي طلع بفكره الكهرباء، اللي اثبت ان ممكن انك انت بتولد كهرباء وتولد نور بالاحتكاك. ما انت هتقول طيب ما هو اي شيء انت بتحكه بيولد نور، والهنود او الناس كانوا بيعملوا ازاي النار زمان؟ كانوا بيجيبوا صخرتين ويحكوهم مع بعض. بس هنا الظاهره تختلف، انه هنا بتولد الكهرباء بطريقه بارده شويه. بس هتشوف دلوقتي ازاي الفكر الانساني تغير عن الاول. ما هو دلوقتي ممكن اي واحد يقول لك طب ما هو اي حاجه في الدنيا بتحطها بتنور. لكن يختلف عن الانسان اللي هو ليه ميول استكشافيه. انت دلوقتي دخلنا في عالم اسمه، في عصر اسمه عصر التنوير. عصر التنوير معناها ان الانسان ما بقاش يقتنع بالقضاء والقدر، وان كل شيء معمله مكتوب اجله، وبدا يفسر ازاي يتحكم في الطبيعه ويشوف ويبحث عن الاسباب اللي وراء المشاهدات. مجرد ان الانسان دخل في عصر التطوير بدات التكنولوجيا تنهض. لما كان الانسان عايش في عصر الخرافات والقضاء والقدر وكل شيء مسير مش مخير، ما كانش فيه اكتشافات. كان الانسان بيستغل اللي موجود قدامه، حيوانات وياكل اللي قدامه وياكل الاكل اللي موجود، وما بيفكرش ان يطور. هنا جاب لك الامبر او العنبر. اليونانيين زمان كان يجيب العنبر ده ويحكه باش او باي حاجه، وبعد ما تحكه تيجي تلمسه يكهربك. طبعا كان الفكره موجوده زمان، ممكن تعمل شراره وممكن تنور. النهارده عندك الولاعه بتاعت السجاير، بتطلع سجاير ازاي؟ عندك ولاعه بتحط تعمل بتلف الحجر بايديك بتطلع شراره بينور يشعل البنزين. فالفكره موجوده، بس ما كانش لسه في حد بيفكر في الكهرباء. ملكة اليزابيث واللي واقف قدامها ده عالم كبار، كان بيجيبوا عمود ازاز او حته ازازه ويحكها بالمنديل الحرير، ويجيب ورقه زي ما انت شايف قدامك في الصوره كده، يجيب قصاصات ورق صغيره ويحطها ويمسك العمود الازاز اللي هو مكهربه، لما تنزله على الورق يجذب الورقه. فكانت الملكه منبهره قوي، وطبعا زي ما انت شايف الناس اللي واقفين كلهم في حاله انبهار جامد، لان الساحر اثبت لهم ان هو ممكن يعمل حاجات مش بسيطه. ده سحر. اول مكنه طلعت في الدنيا لتوليد الكهرباء هو انك انت تجيب كره وتدورها وتطلع منها كهرباء، وهنشوف بعد كده ازاي الكهرباء دي هتتخزن ازاي. دلوقتي اوروبا كلها بدات قامت على رجليها لسبب واحد. في الوقت ده اللي بيكتشف حاجة جديدة هو اللي بيتحكم في المصادر البشرية وفي البحار وفي السفن أي فكرة صغيرة. في الوقت ده كانت معروف انها دي عصر التنوير. فزي ما انت شايف ادي العلماء والشيوخ والكنيسة وكل شيء بدأ يتناقش على انه فلسفة. ده عصر التنوير، ان هو بيستغل الريزون يعني السبب، وبيستفسر على كل دوافع الاحداث. مفيش حدث يحدث الا من غير سبب. ده اسمه عصر التنوير. قبل عصر التنوير كانت كل الاحداث يقول لك هو ربنا. هنا زي ما انت شايف كل اللي قاعدين دول هم ستات. كان زمان الفيلسوف بيلبس حاجه على شعره زي يعني ده راجل نبيل يعني. وده بيدل كم اي حد في الوقت ده بيشتغل في العلم. العلم معناها البحث عن اسباب الاحداث. كانوا بيسموهم العلماء. مين اللي اهتم بالفكره بتاعت هاكسبي اللي هو في الرويال سوسايتي؟ المنجمين والناس اللي كل واحد عايز يكسب عيش بدا يخش في يسمى نفسه كهربائي، والكهربائي معناه حاوي او واحد بتاع استعراضات. ما كانش فكره علميه، بقى فكره زي انك انت تستخدم الفكرة عشان تبهر الناس. الملوك لما يقعدوا عايزين يتسلوا يعملوا ايه؟ يجيبوا المنجم الشخص بيدور على الحظ واليانصيب والكلام ده كله. والمنجم هنا
بيحط ريش الطيور على الترابيزه وجايب معاه لوح ازاز قضيب ازاز طويل ومعاه منديل حرير ويقعد يحك المنديل فالمنديل يتكهرب ويحطه على الريش بعيد عن الريش، الريش يطير في الهواء ويلزق فين في المنديل زي المغناطيس بالظبط. دي قعدة الملوك. ودي الفكرة دي بحاول تاني جاب المكنة بتاع هوكسبي اللي بتدورها وتطلع منها الكهرباء، ولان هو لابس حاجة في رجليه فمش هيتكهرب ويلفها فبيتكهرب هو بنفسه، ويحط ازازة الكونياك في نص الترابيزة ويكهرب نفسه ويجي عند ازازة الكونياك ويحط قرب صبه ويعمل شرارة ومولعة نار ازازة الكونياك، فيبقى معناها كده ان هو قدر يطلع منها الجنون او العفاريت او عنده القدرة غير عادية على انه يعمل اشياء غير عادية. صعب زمان حد يتطوع يحط فوق منه تاج معدن بس ما يلزقهوش على راسه، يبقى بينه وبين راسه مسافه صغيره يعني ما يقعدش على راسه، ويشحنوا التاج بالمكنه الكهرباء اللي هوكسبي في الكهرباء اللي بتبقى التاج بينها وبين راسه مسافه، الالكترونات او الكهرباء تهرب من البتاع وبتنور في راسه، فبيبقى كان على حلق على راسه حلقه نار يعني راسه منوره يعني. فده بيعتبر رمز على ان مثلا في ارواح غريبه يعني الهاله او رقعه النور. قال هو كيف يمكن التحكم في هذه الامكانيات الكهربيه الغير عاديه، وهل ممكن استخدام الكهرباء لهدف اخر بالاضافه غير عمليه الترفيه؟ في الوقت ده كان اي شيء يتم اكتشافه السؤال هو هتستخدمه في ايه، هتستفيد منه في ايه، انك تستفيد منه بايه في ايه بتاخد وقت كتير. وعلم الفلسفة الطبيعية هي انك انت مثلا هتستفيد ايه من الطفل اللي بيتولد، هتستفيد منه بايه، مش هتقدر تستفيد منه لما الطفل تكبره وتنميه وتعلمه وتطوره وتستفيد منه، تجتهد على انك تستفيد منه. فمسألة الاستفادة من التجارب العملية بتاخد وقت طويل علشان المجتمع والحضارة والجنس البشري بالكامل يقدر يخلق طفل او يخلق فكرة جديدة ويستفيد منها. ستيفن جريد وظيفته انه كان بيشتغل مع الحرير وبيلون الحرير، واكتشف انه لما بتيجي تشتغل مع الحرير بيطلع منه شرارات كهرباء. عمل ايه جري؟ جاب طفل خليه ينام على المرجحه وحط تحت المرجحه الطبق ده وحط فيه شرايح ذهب الرفيع بيسموه ورق الذهب. والفكره فكره ايه؟ ان الولد لما يتكهرب الكهرباء اللي هتتكون على جسمه هتقدر تخلي كل شرائح الذهب دي تطير من على الارض وتلزق في جسمه. ولد الكهرباء من مكنه الاحتكاك اللي عملها هوكسبي قبل كده، وحط الكهرباء على الولد اللي قاعد على المرجحه وهو بيتمرجح ورق الذهب بيلزق فيه. فكره ستيفن جراي هنا انه الولد اللي هو نام على المرجحة كهربه بالمكنة الكهرباء او شحنه بمكنة الكهرباء، ولانه متعلق في الهواء بالحرير كل اللي حصل ان الذهب ورق الذهب اللي على الارض طار من على الارض ولزق فيه. ففكرته دلوقتي هي ان الكهرباء ممكن انها يمكن التحكم فيها، يعني ممكن تنقلها من مكان لمكان. من هنا طلع بفكرة الموصلات والعوازل، ان الموصلات بتوصل الكهرباء والعوازل بتعزل الكهرباء، وحكايه الموصلات والعوازل دي هتدخلك في فكره التحكم. العوازل هتخلي الكهرباء ما تمشيش، هتعزلها زي الهواء مثلا بيعزل الكهرباء من مكان لمكان، لكن الموصلات بتخلي الكهرباء تمشي زي جسم البني ادم بتمشي فيه الكهرباء،
خشب ما بتمشيش فيه الكهرباء. ففكرة المواصلات والعوازل ظهرت دلوقتي. شخص العوازل على انها زي الحرير اللي متعلق منه المرجيح او الخشب، دي بتعزل زي الهواء بيعزل، لكن الولد اللي هو الشحن جسمه بالكهرباء بيوصل الكهرباء. ليه بيوصل الكهرباء؟ واضح ظاهر ان هنعرف بعد كده بيوصل الكهرباء، لان في سائل في جسمه، السوائل بتوصل الكهرباء والذهب بيوصل الكهرباء. التمييز بقى بين الموصلات الكهرباء والعوازل ده اول مدخل هيدخلنا في عملية هل الكهرباء ممكن الانسان يتحكم فيها ولا مش ممكن يتحكم فيها. ممكن يوديها زي ما عايز يوديها ويمنعها لما يحب يمنعها. اول فكرة دخلنا فيها دلوقتي فكرة، طبعا دخلنا احنا بعد كده فكرة انك انت ممكن تطلع الكهرباء بالاحتكاك، تحتاج حاجة بتحط في حاجة، مش كل حاجة بس في حاجات بتحط في بعضيها بتطلع كهرباء. دخلنا دلوقتي فكرة انك انت ممكن تعزلها او تمشيها. اللي احنا بنشوفه النهاردة انك انت اي مشروع توصيل كهرباء لازم بتدخل الحاجتين، عندك عواميد عالية بترفع الكهرباء، محتاج انت انك تخلي الكهرباء تمشي في الاسلاك بس ما تنزلش على العواميد، فبتستخدم العوازل. العوازل بتشيل الاسلاك اللي بيمشي فيها الكهرباء وبتخلي الكهرباء ما تنزلش في العواميد، وبالتالي قدرت تتحكم في اتجاه سريان الكهرباء. السيراميك عازل والمعادن موصلة. فلو انت عايز تمشي الكهرباء بتجيب المعادن اللي بتوصل كويس وبتمشي فيها الكهرباء، وبتستخدم السيراميك وتعزلها عن المعادن اللي ما بتوصلش كويس، وبالتالي تتحكم في اتجاه سريان الكهرباء. الكلام ده كان سنة 1730 او في الثلاثينيات، لما كان جراي، ستيفن جراي، بيحاول او بيفهم ايه اللي بيوصل الكهرباء وايه اللي بيعزل الكهرباء. المشكلة اللي قابلها جراي، ودي هيجي واحد تاني يحل المشكلة دي، هو ان الكهرباء اللي بتطلعها من المكنة، انك انت لما بتطلعها ما بتقعدش كتير الكهرباء، بتلفف المكنة بتحكها في حاجة بيطلع منها الكهرباء. مجرد ان انت وقفت او اتصلت، اي حد اتصل بالمكنة دي، الكهرباء بتتنقل من مكان لمكان، ما بتقدرش تتخزنها ولا تتحكم فيها، يا اما بتبقى كتير قوي قوي قوي، يا اما بتبقى مفيش خالص. ازاي تقدر تتحكم فيها او تخزنها؟ هتحل المشكلة نمرة اتنين. اول مشكلة هي انك انت عرفت يعني ايه العوازل وعرفت يعني ايه الموصلات. تاني مشكلة عايز تعرف، وانت طبعا قبل كده عارف ازاي بتطلع كهرباء. المشكلة التالتة محتاج تعرف ازاي تخزن الكهرباء. اللي هيحصل بعد كده، اللي هيعرف ازاي يخزن الكهرباء مش في انجلترا. احنا دلوقتي كنا اكتشاف الكهرباء او فكرة اكتشافها اتعملت في انجلترا او تطويرها. اول اكبر بطاريات اتعملت في انجلترا، الاحتكاك اتعمل في انجلترا، البطاريات اتعملت في ايطاليا. اللي هيعرف يخزن بعد كده هيكون في اوروبا، وهيكون بالظبط في هولندا او النيذرلاند، يعني الجزء الثاني من الناحيه الثانيه من القناه الانجليزيه في اوروبا. هنشوف ازاي احد العلماء وهو بيجرب عرف ازاي يخزن الكهرباء. مدينة لايدن في دولة هولندا، ودي اللي هيسمى عليها الجار او جهاز اسمه جهاز لايدن. الجهاز ده اللي بدأ كل العالم بيستخدمه، وما زلنا احنا دلوقتي بنستخدمه في كل الدوائر الكهربية، وهو اللي بنسميه المكثف. المكثف اللي هو جهاز او الجزء الصغير قوي اللي بيبقى عامل زي ورق ملفوف حوالين بعضه وعامل كتل صغيرة بتبقى في الدائرة الكهربية، بنسميه المكثفات. المكثفات تم اكتشافها هنا في ولاية لايدن، في مدينة لايدن في دولة هولندا او النيذرلاند في اوروبا. هتشوف القصة ازاي
العالم ده قدر يكتشف ازاي يخزن الكهرباء على المكثف. بيتر فان موشنبورغ هو كان استاذ هندسه، بس مش يعني العلم الاكاديمي مش هو اللي خلاه اكتشف المكثف. هو اكتشف المكثف انه غلط غلطه وكان ممكن يموت فيها، والغلطه دي هي اللي خلته اكتشف المكثف. المكثف او المكثف بيسموه الجار بتاع لايدن، هو جار بسيط قوي تقدر تعمله في البيت، بانك انت تجيب اي وعاء زجاجي وتملاه ميه وتحط من حوالين بره، توصله من بره باي شريحه المونيوم ومن جوه بشريحه المونيوم، يعني عندك شريحه المونيوم من جوه ومن بره، وبتحط فيه السلكه وبتقدر تدخل فيه الكهرباء، تشحنه من اي مصدر كهرباء. لو جيت بعد كده قطعت عنه الكهرباء وحاولت توصله باي حاجه، يطلع لك كميه شراره رهيبه ممكن تموت الانسان او تموت الحيوان، بس بتستخدم في انك انت بتعمل بيها حاجات كتيره قوي، منها تشغل اجهزه الليزر بتحطها في كل الدوائر الالكترونيه لازم يكون فيها مكثفات. هنشوف المكثف تم اختراعه ازاي. تم اختراعه بالصدفه البحت. فكره موشنبورغ هو لو الكهرباء سائل، هو الفكره في الوقت ده ان الكهرباء سائل لانها بتمشي من مكان لمكان، او سائل مختفي جوه المعادن او جوه الاشياء. فهو كان متصور لو الكهرباء سائل طب احنا ممكن نخزنها في الميه. فقام جاب عامل ايه؟ جايب جار او وعاء وحط فيه ميه ووصله بسلكه الكهرباء، وجاب مكنه توليد الكهرباء بتاعت الاحتكاك وقعد يدورها وعمال بيخزن الكهرباء والكهرباء ما بتتخزنش. لما مسك الوعاء بايده بالصدفه وعمال بيشحن الكهرباء، ولما قطع الكهرباء لقى نفسه اتكهرب هو، فعرف ان هو لازم يمسك الوعاء بايده علشان الكهرباء تخش في الجار. معرفش هو الحكايه دي ان ايده بتعتبر قطب، والكهرباء اللي بيدخلها هو القطب الثاني. فطول هو ما بيدخل كهرباء وماسك الجار بايده، الكهرباء اللي جوه الجار بتبقى مثلا موجبه، الكهرباء اللي بره الجار بتبقى سالبه، بس بتيجي من ايده وبتيجي عن طريق الارض. فطول ما بيشحن وهو ماسك الجار بيشحن. لو حط الجار على خشب الجار مش هيشحن. بيشحن بسيط قوي بس ما بيش فيه كهرباء كتير. لكن طول ما ماسكه بايده الجار بيشحن، لو جاي يلمسه بعد ما يقطع الكهرباء ممكن يموته. ففهم حكايه ان في حاجه شرط لازم يحصل، هو ان الجار لازم يشحن. لو الشحن من جوه، لو السلك اللي جوه الميه بيدخل الكهرباء جوه الجار، يبقى الجزء الخارجي من الجار لازم يكون متوصل بالارض عشان يسحب كهرباء من الارض. فلما تيجي تقطع الكهرباء عن الجار بعد كده شحن الكهرباء، الجار هيحتفظ بالكهرباء. لو وصلت السلك تاني بالجزء الخارجي من الجار هيطلع كمية شرارة رهيبة. ادي موشنبورغ هيعمل ايه؟ هياخد الزجاجة يحط فيها مية، وعنده مكنة تخليق الكهرباء اللي هي الازازة اللي بتلف، ودي كانت مشهورة قوي في الزمن ده، انك جايب ازازة بتلفها بأي حاجة بتصير بتلف وهي بيطلع منها الكهرباء، هتوصل سلك وتحط جوه المية وتخزن الكهرباء تحت المية. ايه المشكلة في الحكاية دي؟ هل فيها مشكلة؟ هنشوف المشكلة ايه. أول غلطة غلطها زي ما أنت شايف، جاب هو الوعاء وحط فيه مية وحط فيه سلك النحاس ووصل السلك النحاس بمكنة الكهرباء، وحط الجار على بورسلين عازل. حط عازل ليه؟ قال لك العازل ده هيحتفظ بيه الكهرباء. دي أول غلطة غلطها، ودي هتحل له مشكلة بعد كده لما يتعلم ايه هي الغلطة. طول ما عمال بيشحن في الجار الكهرباء عمالة بتخش في الجار، بس ما بتقعدش جوه منه. ليه؟ لأن لما يجي يستخدمها بعد كده عشان يطلع منها الكهرباء ما بيلاقيش فيها كهرباء. فغلط مرة غلطة ومسكها بإيديه.
راجل مسك الجار بايده وقعد يشحنه بالكهرباء، ظهر ان هو زهق منها. وهيعرف هنا ايه المشكله. المشكله هنا ان هياخد صدمه جامده قوي نتيجه ان هو هنا لما مسك الجار بايده وشغل مكنه الشحن بتاعه الاحتكاك وقعد يدخل الكهرباء تحت الميه وهو رافعها بايده، يعني دلوقتي ايده هتشتغل بالظبط كانها معدن، فايده هتجيب الكهرباء من الارض والكهرباء هتتكون على الازاز من بره، وهو عمال بيحط كهرباء من جوه. لما يجي يلمسها من فوق بعد كده ويقطع عنها الكهرباء، الكهرباء هتخش في جسمه وهتدعه لدع كويسه، وممكن اي انسان يموت فيها، وناس كتير بتموت في من الكهرباء. يبقى ماشي في الشارع في بركه ميه، بركه الميه عماله بتشحن عن طريق البرق اللي نازل من السماء، او في سلك عريان داخل جوه الميه وعمال بيشحن الميه، الميه بتتكهرب، يجي حد يمشي فيها يتكهرب ويموت. غلطه لغلطه قاعد يشحن يشحن يشحن، ماسك الازاز بايديه، وبعد ما خلص الشحن بيحط ايده على الجار من فوق في المكان اللي داخل اللي بيخش منه الكهرباء، اترمى على الارض. كتب في المذكرات بتاعته انها تجربه جديده وخطيره، وانصحك انك انت ما تغلطهاش، ما تعملش التجربه دي، لانك طبعا التجربه لو اتعملت في واحد مش عارف ايه اللي بيحصل ممكن يموت فيها. يقول لك يعني انك انت لو عملتها وعشت منها، انا عشت منها بقدرة ربنا ومحدش ممكن يعيش منها. الفكرة دلوقتي انك انت لما تيجي تشحن الجايدن جار او جهاز او مكثف احتفاظ بالكهرباء، ودي بتعمل بحاجة بسيطة جدا، انك انت بتجيب اي كوباية مية وتحط فيها من الداخل شريحة الامونيوم، من الداخل ومن بره شريحة الامونيوم، وتحقنها باي مصدر كهرباء، سواء بطارية سواء كهرباء من الحكومة سواء كهرباء احتكاك. تلات انواع من الكهرباء اللي هما البطارية بنسميها فولتيك لنعملها فولتا، الاحتكاك بنسميه الستاتيك لان بيتعمل بالاحتكاك الاجسام مع بعضها، او الكهرباء بتاعت الحكومة اللي هي بيسموها الكتريكال او الديناميكية. الميزة في الجار ده انك ممكن تحتفظ بيه في الكهرباء لشهور ايام وشهور، ومش هيفضي الكهرباء الا لما تفضيه انت بنفسك. تكريم المدينه سموه لايدن جار من مكثف النهارده، وليه اشكال كتيره قوي، من حاجه زي الرزايه صغيره لحاجه زي البلحايه لحاجه زي السودانيه لحاجه زي المخزن الكبير قوي، وكل اجهزه الليزر العملاقه، اجهزه تحطيم النواه واجهزه الرادار لازم يكون فيها مكثفات. مكثف يا اما بتحتفظ بيه بالكهرباء لمده طويلة وتفرغه مرة واحدة، يا اما بتحتفظ فيه لمدة ثواني صغيرة، يا اما بتحتفظ بيه لمدة صغيرة جدا. بس المهم فيه انك بتقدر تصاعد كمية الكهرباء تصعيد خطير قوي في لوحة شريحة كهربية صغيرة قوي على قد ايديك. يعني انت ممكن تاخد كهرباء من البطارية قيمتها فولت واحد وترفعها على شريحة صغيرة لعشر تلاف فولت. او فكرة المكثف، أول ما طلعت فكرة اللايدن جار أو المكثف الكهربي انتشرت في العالم كله، من اليابان لأمريكا، كل العالم عرف إن في حاجة اسمها جهاز تخزين الكهرباء، وعارفين قبل كده إحنا إزاي نوصل وإزاي نعزل الكهرباء، وعارفين إزاي نولد الكهرباء. اتخلق مجال تكنولوجي خطير، تقدر تصنع الكهرباء وتخزن الكهرباء وتوصل الكهرباء وتمنع الكهرباء، وبالتالي دخلت في مجال الطاقة الكهربية، وهتخش بعد كده في مجال المعلومات، تبادل المعلومات عن طريق الكهرباء. مع انه انتشر، مع ان اللايدن جار انتشر، خد وقت عشان الناس تفهم ايه اللي بيعمله. ليه ما بتقدرش تشحن الجار وهو معزول، وبتقدر تشحنه لما تمسكه في ايدك او توصله بالارض؟ المكثف زي اي جزء في الدائره الكهربائيه لازم توصله من ناحيتين، يا اما تشحنه من ناحيه والناحيه الثانيه يا اما متصل بالارض، لازم يخش فيه كهرباء من ناحيه ومن الناحيه الثانيه
يسحب كهرباء من مكان تاني عشان يحصل فيه توازن او تعادل. لو ما سحبش كهرباء من الارض، لو انت حطيته على عازل ووصلته من ناحيه واحده بكهرباء مش هيقدر يش. دلوقتي اي واحد بيشتغل في الكهرباء فاهم الحكايه دي ببساطه، كل واحد بيتعلم الحكايه دي دلوقتي. في الزمن ده ما كانوش عارفين الحكايه دي. المتصور هو ان نجيب سلكه ونحطها جوه الميه ويوصلها بمكنه الكهرباء، والكهرباء تطلع من الخزان بتاع من مكنه توليد الكهرباء وتخش في الميه وتستنى. ما حصلش الكلام ده لان الكهرباء ذات نفسها ما بتنزلش في المكان ده، مش هتنزل جوه الميه. هو في الكهرباء هتنزل جوه الميه بس مش هتقعد جوه الميه الا لما يكون في تعادل. التعادل يعني الالكترونات دي جايين طالعه من المكنه، مش هتخش جوه الميه وتقعد جنب الميه لما في حاجه تسحبها وتمسكها على الجدار بتاع بتاع المجسف. لو ما فيش حاجه تمسكها هترجع تاني للمكنه اللي مطلعاها منها. وبالتالي لما انت بتحط الجار ده بتمسكه بايديك او بتوصله بالارض، تيجي الالكترونات تطلع من طبعا في الوقت ده ما كناش عارفين حاجه اسمها الكترونات، كنا بنقول كهرباء طالعه من المكنه. الكهرباء هي طالعه من المكنه وداخله جوه الميه. الميه لو متصله بالارض تقوم ساحبه من الازاز من بره. هتقول طب ما هو الازاز مش موصل كهرباء بالظبط كده. ما هو لو الازاز موصل كهرباء مش هيبقى في عندك تخزين خالص. لو مفيش لو انت محتاج عازل، والفكرة العازل انك بتحط عليه من ناحية من بره ومن جوه، من ناحيتين بتدخل كهرباء من جوه الناحية. هنا بقى الصعوبة الجامدة في ان الناس في الوقت ده ما كانوش قادرين يفهموا اللي بيحصل ايه. لو هو عازل ليه الكهرباء بتتخزن؟ هو عازل لان الكهرباء بتأثر من على مسافة من ناحيتين من العازل. تحط شحنة سلبة من ناحية من العازل، الجزء الثاني من العازل الوجهة الثانية من العازل لازم تبقى موجبة. تبقى موجبة تقوم صاحبة كهرباء من الأرض أو منزلة كهرباء على الأرض عشان توزن نفسها. فهي في كل فكرة المكثف إنك أنت حاطط عازل بين شحنتين كهربيتين، واحدة يمين وواحدة شمال أو واحدة من جوه أو واحدة بره. المهم على الجانبين العازل لازم يكون عندك شحنة كهربية. لو في جانب منهم مفيش ما يقدرش يجيب الشحنة الكهربية، الجانب التاني ما يقدرش يخزن الشحنة الكهربية. ولما تقطع الكهرباء عنها يقعد مخزن الكهرباء لحد ما توصل للناحيتين ببعض، يطلع لك شرارة رهيبة. هيطلع لك الشرارة امتى؟ لما توصل. يعني ممكن تخزن الكهرباء في الوقت ده شهر شهرين سنة سنتين، وهيقعد مخزن الكهرباء مش هيطلعها. هنا بقى الفلسفة بدأت في الوقت ده، بنتكلم هنا على 1700 وشوية. ايه اللي يخلي الجار بيطلع كهرباء يخزن كهرباء كتير لو الجار فيه مية كتير؟ وايه اللي يخلي الجار ما يقدرش يخزن لما المية تتسرب منه؟ وايه اللي يخليه يخزن كتير لما تقدر تعزله عزل جامد عن بعضه بحيث ما توصلش لجوه ما يحصلش فيه تسريب كهرباء؟ دي بيسموها فلسفة العلوم الرياضية في الوقت ده اللي هو 1700 وشوية. هتخش دلوقتي في عملية الفلسفة، هتوصلك للألغاز الكاملة للكهرباء. ايه معنى التيار الكهربي؟ معناها ايه التيار؟ يعني سرعة المرور الكهرباء. وايه معنى الشحنة؟ يعني كمية الكهرباء الموجودة اللي هي مش بتصير ما بتطلعش ما بتتحركش. وايه معنى قيمتها؟ القيمة الكبيرة والقيمة الصغيرة او القيمة الصفرية. وايه معنى الجهد؟ وايه معنى التيار؟ كل الحاجات دي هتبدا فلسفه الزمن ده هيقدروا يخضعوا الكهرباء لقوانين السوائل. السوائل عشان يكون عندك سائل ومخزنه في مكان، عارف كميه السائل دي قد ايه، عارف هتتسرب كذا لتر في الدقيقه ولا في الثانيه اللي بتسميه التيار، عارف قوه التسريب لان على قد ارتفاع المخزون عن المستهلك، فبتقول ده الارتفاع او الجهد اللي بيدفع الميه.
مية من الخزان للمستهلك، فهتبدأ دلوقتي تحدد توصف الكهرباء بطريقة فلسفية مع انك انت مش شايفها، بس هتوصف ايه معنى الشحنة وايه معنى الجهد وايه معنى التيار وايه معنى المكثف وايه معنى العازل وايه معنى الموصل. اصبحت الكهرباء دلوقتي معجوبة او معجزة، لانها ممكن تسلم وممكن تنور وممكن تولع وممكن تحرك وممكن تعمل كل شيء في الدنيا. وفي كان احساس في الوقت ده ان الانسان دخل في عصر التنوير وبدأ هيخش في عصر التغيير الجامد للطبيعة، انه قدر يفهم ايه القوة اللي بتحرك الاشياء. السر دلوقتي هو مازال لحد دلوقتي في الوقت ده من 300 سنة 1700 ولحد دلوقتي، الكهرباء بتيجي منين؟ موجودة فين في المادة؟ وبتطلع ازاي؟ وبتمشي ازاي؟ كل ده هياخد وقت، جزء منه كبير هيتعرف واجزاء كتير لحد النهاردة احنا مش عارفين ايه اللي بيخلي المادة تطلع كهرباء وليه؟ المادة فيها كهرباء موجبة وكهرباء سالبة، بس عارفين على الاقل ان المادة لازم تكون متوازنة، لازم يكون السالب قد الموجب، وعارفين ان الموجب عالي قوي في نواة الذرة والسالب خفيف قوي وبرة الذرة. وحتى كمان دلوقتي عرفنا يعني ايه ذرة وعرفنا يعني ايه جزيء، وده هنجيله كمان شوية لما هتشوف دلوقتي ان الكهرباء هي اللي حلت مشكلة لغز الكيمياء، هي الجزيئات وهي الذرات. لان ما دام انت عندك حاجة لغز خطير وغريب وما انتش عارفه، لو قعدت تبحث عنه معناها انك هتبقى فيلسوف، والفلسفة هي اللي هتوصلك، لانك طول ما انت بتبحث طول ما انت هتلاقي تطبيقات جديدة وغريبة وهتغير. غيرت بعد كده كل البشرية اتغيرت، مجرد ان الكهرباء تم اكتشافها المواتير بدأت ظهرت، والمكنة البخاري السفن البخارية انتشرت وقلبت بعد كده السفن الديزل وطلعت الكهرباء وطلعت الأغراف، والدنيا كلها اتغيرت بسبب واحد، وهو تطور فلسفة الإنسان وقدرة الإنسان على إنه يستجوب أسباب الحقائق اللي بيواجهها وما يلجأش لفكرة إنها قضاء وقدر. كولونيا هنا دخلنا في إيه؟ في الصدمة دي الجامدة. أنا عايز أعرف مين العشر سنين ده. ده بنجامين فرانكلين أو بنيامين فرانكلين اللي هو الأمريكي، وفي الوقت ده كانت أمريكا بتعتبر مستعمرة لبريطانيا. وبنجامين فرانكلين أو بنيامين فرانكلين الكلام ده سنة 1730 أو في المرحلة دي كده، لما بنجامين فرانكلين كان في فرنسا. وبنجامين فرانكلين هو اللي قال إن البرق ما هو إلا كهرباء. وبنجامين فرانكلين كان فيلسوف أمريكي، هو كان رجل بسيط، هو كان أصلا مطباعجي أمريكي، وعمل وقدر ينشر الطباعه، ويعتبر من المؤسسين لامريكا او الاب الروحي لامريكا، لانه كان عالم وكان فيلسوف وكان مفكر وكان كاتب وكان فقير وكان ما بيحبش الانجليز وبيحب الديمقراطيه. فده بيسموه كولونياليست، يعني من المستعمرات، ما هوش من الجنتلمان وما هوش من الطبقه الراقيه الانجليزيه. عمل ايه بنجامين فرانكلين؟ بنجامين فرانكلين قال ان الرعد والبرق كهرباء، وان كل جسم في الدنيا لازم يكون فيه توازن كهربي، فيه كهرباء حوالين البشر والمخلوقات، والكهرباء دي متوازنه، والكهرباء زي السائل بتتنقل من مكان لمكان. الاول ما صدقوش لانه اولا يعتبر مش من الجنتلمان، مش من الناس، مش من الطبقة الراقية أو الطبقة الأرستقراطية البريطانية، يعتبر واحد شوارعاجي أو عامي من اللي أمريكان أو الإنجليز الأمريكان. فبنجامين فرانكلين ده اكتشف إن الكهرباء، إن الرعد كهرباء،
كل انجلترا احتجوا وقالوا ان ده هيبقى تهديد للفكر والعقيده البريطانيه، وهي ان كل شيء نبيل لابد ان يعمله الانجليز وكل شيء غير نبيل يعمله غير الانجليز او الطبقه العامه. فبنجامين فرانكلين اول واحد ديمقراطي، لانه ديمقراطي يعني ما بيحبش الملكيه، وفقير لانه مش من النبلاء، راجل على قد حاله بيشتغل من الشارع وما حد ملوش لا واسطه ولا ليه حد من الناس النبلاء، ما بيعتبرش جنتلمان يعني. فلما طلع بنجامين فرانكلين واكتشف او قال ان الرعد كهرباء، كان في رعب جامد في انجلترا ان العلم هيحتقروا العامه او الناس اللي مش النبلاء اللي ما لهمش اي علاقه بالطبقه الحاكمه او الطبقه النبيله او الطبقه المالكه. وبعد كده هيبدوا بنجامين فرانكلين سنه 1755 هيعملوا سير بنجامين فرانكلين، هيسموه جنتلمان وهيدخلوه كممبر في كعضو في البريتش رويال سوسايتي، ولو انه عاش ومات يكره الانجليز. وهو اول واحد امريكي من المؤسسين لامريكا يوقع على الاربع وثائق: وثيقة تحرير امريكا من الانجليز، وثيقة حرية الانسان، وثيقة الدستور الامريكي، والوثيقة الرابعة مش فاكرها، اعتقد الوثيقة الرابعة هي Proclamation of Emancipation او تحرير العبيد. ادي بنجامين فرانكلين اللي هو بنيامين فرانكلين الامريكي اللي سبب خراب انجلترا، لانه اعتبر الاب الروحي للثوره الامريكيه ضد البريطانيين، وبيعتبر كولونياليست يعني من المتمردين المستعمرين اللي استعمرتهم انجلترا، واللي قدر يتحرر امريكا من انجلترا مع ان استراليا وكندا ونيوزيلندا قعدوا تابعين لانجلترا. لكن امريكا بسبب بنجامين فرانكلين اتحررت من انجلترا. ايه دخل بالكهرباء؟ ده اول واحد يقول ان البرق اللي بيحصل في السماء ما هو الا كهرباء وممكن تخزينه، وهو اول واحد يطلع بفكره انك لو عملت عمود حديد عالي على سطح المباني البرق هينزل في العمود وهينزل على الارض، والارض هتشتغل بالظبط كرايدن جار يعني هتبقى مجسف. فتعملت بعد كده الفكره فين؟ الفرنسيين جربوا الفكره بتاعته، عملوا عمود كبير من الكهرباء ارتفاعه حوالي 40 قدم، وحطوا تحت العمود في الارض زجاجه كبيره، زجاجه خمره مليانه خمره كبيره تحت الارض، وصلها بالعمود الحديد، وقعدوا ينتظروا حد ما البرق يجي. لما حصلت الصاعقة فوق في فرنسا في المدينة اللي تعملت فيها التجربة، البرق نزل من العمود على ازازة الخمرة واتبرد. لما يكون بعد كده يوصلوا ازازة الخمرة من الداخل للخارج زي بالظبط الجار بتاع لايدن، حصل الانفجار الجامد نتيجة البرق اللي في الجو اتخزن على زجاجة الخمرة الكبيرة اللي موجودة تحت الأرض. ده بنجامين فرانكلين. ايوه ده حاطين صورته في الرويال سوسايتي في لندن، وده اول زي ما احنا قلنا اللي هو صاحب فكره الامانسيبيشن. الامانسيبيشن معناها الاستقلال، استقلال امريكا عن بريطانيا، وده صاحب فكرة الدستور الأمريكي، ده بيعتبر الأب الأول للجمهورية الأمريكية. والجمهورية معناها إن الحكومة الجمهورية هي حكومة من الشعب إلى الشعب، ودي تختلف تماما عن فكرة الملكية البريطانية، هو إن الملك يملك وإن الشعب بيشتغل عند الملك، الملك هو اللي بيملك الشعب، ده دي الفكرة البريطانية. بنجامين فرانكلين عاتوا من اعداء الدكتاتوريه الملكيه البريطانيه، ولانه كان عالم وفيلسوف وكان عالم في الفيزيكس في الطبيعه،
وكان فيلسوف، وكان راجل أول واحد يعمل في أمريكا يرصف الشوارع ويعمل المطافي ويعمل المستشفيات ويعمل يعني أول واحد يحول أمريكا لدولة حديثة، بيعتبروا بنجامين فرانكلين كان بيحبوه الفرنسيين للغاية، لأن الفرنسيين ما يحبوش الإنجليز، وبنجامين فرانكلين ما بيحبش الإنجليز، وبنجامين فرانكلين أمريكي وقعد يمثل أمريكا في فرنسا أثناء قبل الثورة الأمريكية، وخد الفكر الفرنسي المتحرر ووصله لأمريكا، وكان مقتنع بحقوق الإنسان والاستقلال وعدم، وهو سبب يعني الكلام ده احنا بنتكلم هنا على 1700 لما كان في فرنسا وقام بكل الحصة دي، من 1728 وكان لسه نيوتن موجود لحد سنة 1760 لما قامت الثورة الأمريكية ضد الإنجليز، كان هو موجود في فرنسا في الوقت ده، وبعدها على طول حوالي يقول 15 سنة قامت الثورة الفرنسية في فرنسا، وكان بنجامين فرانكلين أحد العقول المفكرة للثورات الأمريكية والثورة الفرنسية، فبيعتبروه من الإليتست أو الطبقة، يعني زي ما تقدر تقول كده الرجل الفقير أو الشوارعجي الرائي المثقف اللي بيعتبر شوكة في جنب النبلاء الإنجليز اللي كانوا بيعتقدوا إن النبل والرقي لازم يكون موروث، ما يكونش مكتسب من مجهود الإنسان. فكرة بنجامين فرانكلين أو ظهور بنجامين فرانكلين هو اللي يخليه يقول إن العلم ده ملك لكل البشر، ما هوش ملك فقط للنبلاء. دي كانت مسألة الاعتراض أو الاحتجاج أو الغضب الإنجليزي على إن يطلع واحد مش من النبلاء الأمريكان ويطلع بفكرة علمية رأيها للغاية، لدرجة إنه لما جربوها في فرنسا طلعت إنها فكرة سليمة، وبالتالي نفت الفكر، تناقضت مع الفكر البريطاني، هي إن الناس اللي ما هماش النبلاء اللي كانوا بيعتقدوا الإنجليز ما هماش نبلاء ممكن يبقوا أذكى من النبلاء أو لا يختلفوا عن النبلاء من ناحية الذكاء والقدرة على الاكتشاف، وإنه قدر يكتشف قوة طبيعية إن الرعد كهرباء. غير كده كمان بنجامين فرانكلين طلع بفكرة خطيرة قوي وحل مشكلة اللايتن جار، إن الكهرباء زي الموازنة الحسابية، زي المحاسب بتاع الاقتصادي، بيبقى لازم يبقى موجب وسالب، لو قلت من حتة بتزيد في حتة. هو ده اللي قال حتة إن الكهرباء ممكن لو جت من السماء ونزلت في العمود ممكن تتخزن على زجاجة الخمرة أو اللايتن جار وتقعد متخزنة لحد ما تيجي أنت تصرفها، معناها تخدمها من التخزين. هنا الصراع هو صراع إن إحنا معناها الأمريكاني اللي هو ما هوش من النبلاء، يقول لهم إن إحنا إيجاليتاريان يعني شخص ليه القيمة الشخصية ملوش علاقة، مش محتاج إن ياخد قيمته الشخصية من الملك، وديمقراطية إحنا بنحكم نفسنا مش محتاج حد يحكمنا، ومش من النبلاء يعني مش محتاجين حد يدينا لقب النبل وممكن نبقوا نبلاء بمجهودنا. فقصة بنجامين فرانكلين باختصار شديد في موضوع الكهرباء، هو أول واحد يقول إن الكهرباء ممكن تتخزن، وإن الكهرباء لازم تكون سالبة وموجبة، وكل شيء في الدنيا لازم يكون متعادل. فكرته إن الإنسان معمول بكهرباء، كل شيء في حوالين منه حالة من الكهرباء، لو قلت من حتة تزيد من حتة، بس لازم تبقى متوازنة. أول وأكبر تجربة اتعملت في فرنسا وهي إن
جابوا عمود طويل زي معدني ووصلوه بإزازة حمرة كبيرة تحت الأرض، وقعدوا منتظرين لحد ما تحصل صاعقة. لما الصاعقة جت عايزين يشوفوا هل ممكن يخزن الكهرباء ولا مش ممكن. دي فكرة بنجامين فرانكلين. فكرة إن فرانكلين بنجامين فرانكلين في أمريكا طير طيارة ووصلها بالكهرباء بسلك الكهرباء، والطيارة دخلت جوه الرعد في السحاب يعني ونزلت. هو بنجامين فرانكلين تصور الفكرة دي، بس عمره لا طير طيارة ولا عامل حاجة من دي. هو طلع بالفكرة، هم الفرنسيين فنفذوا الفكرة، فكرة بنجامين فرانكلين، عشان يشوفوا هل هي فكرة سليمة ممكن فعلا تتنفذ ولا لا. مارلي لافيو دي مدينة شمال باريس في فرنسا، ودي المدينة اللي هتقوم بتكريم بنجامين فرانكلين، وهتقوم باختبار فكرته هو ان الرعد البرق ممكن يتخزن على انه كهرباء، وتحت الارض زي حطوه في خزان او زجاجة كبيرة قوي، زجاجة خمرة. ده العمود الحديد او المعدني اللي هيسحب الصواعق من الجو وهيخزنها تحت الارض. ده اتعمل في فرنسا تكريما لبنجامين فرانكلين او بنيامين فرانكلين الامريكي في مايو 1752. تمت التجربة دي، وبنجامين فرانكلين كان لسه موجود، كان عايش وقعد اعتقد قعد لحد 1790. ادي فكرة زي ما انت شايف تقدم حصل ايه، ان جاب البار حديد وعزلوا عن الارض بالخشب، ومن تحت البار حط فيه الزجاجة الخمرة فيها اللي فيها الخمر وحطها على الارض. فلما تيجي الصاعقة من فوق، دي كانت فكرة بنجامين فرانكلين، الصاعقة هتختار فيه، مش هتنزل في الخشب، هتمسك المعدن اللي بيوصل الكهرباء، ومن المعدن هتروح فين؟ هتروح على زجاجة الخمرة. الزجاجة دلوقتي هتبقى مشحونة، لو شحنت الزجاجة هتقعد قد ايه مشحونة؟ هتقعد مشحونة لحد محدش يجي عندها. اول ما حد يلمس اللي فوق باللي تحت هتطلع شرارة، هتطلع نفس كمية البرق اللي موجودة في الجو لما حصل التفريغ الجوي. معناها انك انت قدرت تخزن الشرارة اللي في الجو، البرق، تخزنه في زجاجة الخمرة او في زجاجة مية لأي مدة انت عايزها. فكرة فرانكلين ما ضربت معاه ضربة جامدة، مع انه الراجل اللي عامل تجارب ولا كان راجل عالم ولا حاجة، بس كان دلوقتي في الوقت ده اي فيلسوف يطلع بفكرة بتغير الدنيا. الفكرة دلوقتي انه اثبت ان قوة الطبيعة ليست ما هي الا قوة الكهرباء، وانك ممكن تخزنها وتحسبها، واللي بعد كده جت منين واتعملت ازاي هتقعد انت تدور على اجزاء اللغز جزء جزء لحد ما تقدر توصل لحاجة، مش هتوصل لكل حاجة. السؤال التاني اللي هو هيجاوب عليه بنجامين فرانكلين، ليه الجار او الازازة الزجاجة اللي انت بتشحنها بالكهرباء ما بتشحنش الا لما بتمسكها بايديك؟ لو انت عزلتها عن اي حاجة ما بتشحنش. هيجاوب على السؤال ده بفكرة المحاسب اللي بيشتغل في شركة وبيحسب الداخل اللي اتباع واللي اشترى واللي اتصرف واللي اتحوش. فكرة الحساب او الموازنة، هيطلع بحكاية الموازنة، هيقول ان الكهرباء اللي بتيجي من بتتحط في الجار ما يقدرش يحتفظ بيها الا لما يجيب كهرباء من ناحية تانية، وموجب وسالب. لما يحصل التوازن بتحصل عملية التخزين، كأنك عندك بنك وحاطط فيه فلوس. البنك ما تقدرش تحط فيه فلوس الا لما يكون فيه داخل في حاجة ومتخزنها في حاجة تانية. قعدت تخزن فلوس في البنك مش هيبقى بنك الا لما تقدر تصرف الفلوس لحد او تديها لحد وتجيب ارباح منها علشان تدي الناس اللي بتشغل البنك. فكرة بنجامين فرانكلين هي في الفكرة في الوقت ده، وهي حكاية الموجب والسالب ايه؟ ان كل شيء هو
على قد اللي يقدر يفهمه، على قد اللي يقدر يفهمه في الوقت ده، يقول ان كل شيء في الدنيا حوالين منه محيط كهربي. لو المحيط الكهربي ده زاد اكتر من الحدود بتاعته، اكتر من الطبيعه بتاع الجسم ده، فبنعتبره ده موجب. لو قل عن طبيعه الجسم ده بنعتبره سالب، وبالتالي حكايه موجب وسالب، الكهرباء الموجبه والسالبه في الوقت ده ولحد الوقت بتاعنا، ما هي الا نسبه للجسم. مفيش حاجه اسمها كهرباء موجبه ولا سالبه او ما تقدرش تفسرها الا بانها لو زادت عن الحد بتاع الجسم بتعتبر موجب، ولو قلت عن حد الجسم ده او جزء كل جسم هيبقى ليه طبيعته الخاصه بيه بتعتبرها سالبه. هنا هتخش شويه بقى ايه الفكر البريطاني، هيقعد يتفلسف شويه، يخش في عقل بنجامين فرانكلين ويحاول يرمي كل فلسفته على انه امريكاني، لانه امريكاني فبتاع ايكونومي او اقتصاد، مدام بتاع اقتصاد يبقى بتاع معادلات ماليه، ولان راجل مالي او اقتصادي او امريكي او راس مالي معناها انه بيفكر بالمعادلات. يعني لو كل جسم عايز يتعادل الموجب بتاعه والسالب بتاعه او زيادة الحاجة او نقصان الحاجة، فده الراجل البريطاني بيحاول يخش في عقل بنجامين فرانكلين ويفهم ايه اللي خلى بنجامين فرانكلين طلع بفكرة الكهرباء الموجبة والكهرباء السالبة. بنجامين فرانكلين لما طلع بفكرة ان في ان الكهرباء موجبة وبتحاول تتوازن مع كهرباء سالبة، قال ان ده ممكن يحل فكرة اللايدنجار. اللايدنجار اللي هو الجار اللي بيخزن الكهرباء، اللي ما كانش حد عارف ليه ما بيخزنش الكهرباء الا لما تمسكه او تحطه على الارض. الفكرة لحد النهاردة هي ان اي حد بيدرس كهرباء من اول وجديد يعاني معاناة شديدة للغاية في ان الكهرباء لازم تجري، لازم ما ينفعش تشغل الكهرباء الا لما تجيبها من حتة وتوديها في حتة، لو ما قفلتش الدائرة مش هتقدر تعمل الكهرباء. دي كانت محيرة الدنيا ومجننة العالم، ليه الدائرة لازم تتقفل عشان الكهرباء تمشي؟ فبنجامين فرانكلين هو اللي طلع بفكرة الموجب والسالب، ان الاجسام حواليها الكهرباء بتاعتها، لو انت حطيت فيها كهرباء الكهرباء لازم تمشي فيها عشان تروح، عشان تتوازن وترجع للايه للحالة بتاعتها. لكن ما ينفعش ان انت تعمل خلل وتحط كهرباء كتير وما يبقاش فيه تعادل كهربي. فكرة التعادل دي هي فكرة شاسة وغريبة، بس ما تقدرش تحل لغز اللايدنجار الا لما تفكر له في فكرة شاسة. مجرد انك تحط الجار اللايدنجار على عازل هيخزن كهرباء بس مش كتير، هيقعد يسحب كهرباء بس مش كتير. مجرد انك تمسكه بايديك او توصله بالارض وانت بتشحنه هتلاقي الكهرباء تخش بسرعه جامده من فوق، لانك ايدك عمال بتسحب كهرباء من الارض والاتنين بيتعادلوا، الكهرباء اللي جوه بتتعادل مع الكهرباء اللي بره، والازاز هو اللي هيشحن من بعض. ممكن انت وانت ماسكه مش هتتكهرب الا لما تحط ايدك التانيه من عليه من فوق. اللي جوه الازرق اللي جوه دي الكهرباء اللي انت حاططها بالمكنه، مكنه الكهرباء سواء مكنه احتكاك او بطاريه او مكنه موتور. والاخضر اللي بره دي الكهرباء اللي جايه من ايديك نتيجه انك انت ماسك الجار من بره. وبين الاثنين الازاز، الازاز خطير جدا، واهم حاجه الازاز هو اللي عامل المكثف مكثف ما يخزنش الكهرباء الا لما يكون في عازل بين الشحنتين. الشحنتين دول احنا بنسموهم الشحنه الكهربائيه الاستاتيكيه لانهم واقفين ما بيجروش. ايه اللي موقفهم؟ ان في عازل بينهم. وايه اللي مخليهم لازقين في بعض؟ ان فيهم موجب وسالب فلازقين في بعض. لو انت مش ماسك الجار من بره ومش موصله بالارض مش هيبقى فيه شحنه بره، وبالتالي مش هيبقى فيه شحنه جوه، هتبقى شحنه بسيطه قوي يتوقف على العازل اللي تحت منك بيقدر يسحب كهرباء ولا لا. فكره ان لازم يبقى فيه توازن بين الموجب والسالب دي فكره بنجامين فرانكلين.